لا لا، في البداية كانوا مرة يعني يستغربوا، يعني في ناس جوني قالوا لي صدمتينا، فاجأتينا. كانوا مستغربين إنه كيف إحنا بنات بنشتغل في ذا المجال، فأقنعينا كيف أنت حبيتي ذا المجال، يعني هذا كان أكثر تساؤلاتهم. هي ما شاء الله دحين خلاص يعني أخذت خبرة عن أنواع السيارات، تغيير الزيت، تشيك عليها مبدئياً. حتى انا بعض المرات اجي بتشيك على سيارتي بلا شعوريا. يعني هذا الشيء انا كان نفسي ادخل مجال، كان حلمي اني ادخل مجال السيارات. بس طبعا هنا كامرأة سعودية ما كان في هذا التخصص او ما كان مطرح في البال، بس الحمد لله اول ما جاتني الفرصة على طول قدمت من غير تردد، الحمد لله انقبلت. انه نحن نقدر نخلي البنات ياخذوا اريحيتهم انه نحن نشتغل سيارتهم. يعني هم احيانا في بنات يستحوا بيخجلوا زي ما بتقولي، بيستحوا انه يتعاملوا مع رجال او ما يعرفوا يتناقشوا وما يعرفوا يفهموا ايش بيصير في السياره، فنحن معانا بياخذوا راحتهم، بيسالوا بيتناقشوا بيستفسروا كثير. للامانه انا شغلي هنا خلاني اتحمس اني اسوق اكثر، لانه انا ممكن انا في المستقبل انا اوريدي عارفه ايش الاخطاء اللي ممكن تصير في السياره، عارفه ايش اخطاء الطريق ممكن او تصير ايش مشاكل الطريق، او عفوا عارفه اوريدي ايش مشاكل الطريق، عارفه ايش السياره تحتاج من البدايه، من البدايه اوريدي انا عارفه السياره ايش تحتاج، عارفه لو صارت لي مشكله لا قدر الله في الطريق اوريدي حعرف اتصرف. ما دام انه وصلوا المكان هذا فاكيد عارفين ومتعلمين، يعني ممكن فاهمين اكثر مني في سيارتي. طبيعي.